أنا إيهاب مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر. الحقيقة هما كانوا 9 عقود مع 9 شركات عالمية. حاجتين مهمين جدا، الحاجة الأولانية إن إحنا ال9 عقود دول هيخلقوا 6000 فرصة عمل لأولادنا وبناتنا في مصر في شركات عالمية. دي حاجة مهمة جدا. الحاجة الثانية المهمة بالنسبة لي حقيقة إن دي رسالة قوية لكل العالم إن مصر جاهزة للاستثمار. احنا بس مش بنقول كلام النهاردة، ولكن بنوريهم حاجات فعلية وعقود فعلية اتمضت. ان السر اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان كان في منافسة شديدة جدا من دول في اوروبا الشرقية ومن دول صديقة في افريقيا ان هم ياخدوا الوظائف دي عندهم، ولكن بتوفيق ربنا نجحنا بمساعدة زملائي والمجهود بتاعهم نجحنا ان احنا ناخد ال6000 وظيفة دول عندنا في مصر. من ناحية زي ما قلت لك خلقنا 6000 وظيفة، من الناحية التانية بنرسل رسالة قوية جدا للعالم بنقول له مصر جاهزة لاجتذاب الاستثمار بعقود فعلية حصلت النهارده.